إيهاب عباس، نروح لملف آخر، ملف الإعصار وخسائر الإعصار وأيضا الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمة في ظل هذه الأجواء، التضخم، أعاصير، الحرب الروسية الأوكرانية وما يجري على الأرض. في الواقع طبعا موضوع الإعصار نعم ضرب بشكل غير متوقع الأراضي في ولاية فلوريدا من الناحية الشرقية، ويعني اخترق منتصف الولاية ووصل إلى ولاية كارولاينا الجنوبية طبعا خلال الساعات الماضية، وأدى أيضا إلى خسائر، مجموعة خسائر حتى الآن على مستوى الأماكن التي ضرب فيها الإعصار وصلت إلى أكثر من 130 مليار دولار. طبعا يمكن شفتوا لقطات الفيديو اللي تم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا وحتى نعم. مواقع الاختلاف نعم نعم يعني كانت طبعا صور مأساوية كبيرة جدا. حتى الآن يعني عدد القتلى يقال انه يتجاوز 50 شخص في الاماكن التي ضرب فيها الإعصار، خاصة انه كمان ايضا هناك اشخاص مفقودين غير معلوم مكانهم حتى الان. يعني اعتقد هذه الحصيله ستكون مرشحه للزياده كما يحدث دائما في الاعاصير القويه التي تضرب الولايات المتحده. طبعا الحكومه الفيدراليه بتعلن مباشره هذه الاماكن اماكن منكوبه حتى يتم طبقا للدستور الامريكي فرصه للافراج عن الاموال المخصصه لمثل هذه الكوارث الطبيعيه التي تضرب اجزاء من الولايات المتحده دائما كل عام. فستحصل هذه الولايات والأماكن العديدة داخلها التي تعرضت لهذه الكارثة، كارثة الإعصار أيا، ستحصل على مليارات من المساعدات خلال الفترة القادمة. ولكن المشكلة في إعادة البناء، طبعا إعادة البناء هي اللي هتاخد وقت طويل جدا. يعني على أقل تقدير كده لو في حد بيته بيكون اتهد في الإعصار بيتكلموا على 3000 بيت على الأقل، مش كده؟ طبعا لا واكثر بكثير كمان العدد اكثر سيكون مرشح للزياده بشكل كبير، لانه كمان البيوت الامريكيه دايما بتبقى مصنوعه في اغلبها من الخشب، فبالتالي لما بيجي اعصار بقوه يعني 3 أو 2 أو 1 حتى، او طبعا الدرجات الاعلى بقى 4 و5 وكده، بيحسسك كده انه المنطقه كلها اتضربت في الخلاط، يعني دخلت في ميكسر واتضربت ونزلت. شايفين الدنيا كلها غرقانه طبعا الفيضانات، طبعا بالاضافه طبعا للبيوت المهدمه والمحطمه والسيارات اللي هل كارولاينا الجنوبيه فيها خسائر حتى الان ظهرت ولا لسه؟ فيها خسائر طبعا وبنتابع الاخبار، لكن لسه لم تصل الى الحد. معانا لقطات من كارولاينا الجنوبيه اثار للاعصار، اتفضل. بالضبط، فهي لم تصل الى نفس قوه الضربات التي تعرضت لها فلوريدا، لكن طبعا الارقام مرشحه للزياده والخسائر مرشحه للزياده، خاصه انه الاعصار ده عمل حاجه غريبه جدا ايضا. هو لما ضرب فلوريدا كان كاتيجوري 1 و2، وبعدين اختفى شويه ورجع ضرب ثاني في كارولاينا الجنوبيه. يعني هو تجاوز ولايه جورجيا كامله ولم يحدث اي مشكلات هناك، ولكن عاد من جديد ضرب في ولايه ساوث كارولاينا. فلذلك هناك ترقب ايضا، لانه ممكن يطلع لسه على الشمال، يروح ممكن نورث كارولاينا، ممكن يعدي من جنبينا في ولايه فيرجينيا، وبعد كده ممكن يروح ميرلاند، متوقع يروح كارولاينا الشماليه كمان ممكن. كل شيء جاي دلوقتي. المسار بتاع الاعصار ما زال نشط، فهم مش قادرين يحددوا بالظبط، لكن التحذيرات موجوده. وحتى احنا عندنا في واشنطن يعني في تحذيرات بامطار شديده خلال الساعات القادمه مع رياح عاتيه. احب اقول لك رياح عاتيه دي بالنسبه لنا هنا بتكون مثلا 30 40 ميل في الساعه، يعني حوالي مثلا 70 80 كيلو يمكن تقريبا في الحدود دي. لكن لما ضرب في فلوريدا تخيل السرعه كانت كام استاذ احمد؟ نعم السرعه 290 كيلو، سرعه الرياح 290 كيلو، كان شيء رهيب جدا يعني. بس فيما يتعلق بسؤال حضرتك الثاني، مساله ترتيبات للانتخابات التشريعيه طبعا خلاص يعني احنا على بعد تقريبا شهر وكام يوم من هذه الانتخابات اللي هتكون حاسمه جدا بالنسبه للديمقراطيين والجمهوريين. هناك طبعا ترقب شديد من الجمهوريين، لان هم عندهم امل كبير ان هم يفوزوا بهذه الانتخابات، يعني يعيدوا السيطره على مجلس الشيوخ داخل الكونجرس الامريكي على اقل تقدير. وده اذا ما تم هيكون مشكله كبيره جدا لاداره جو بايدن، لان اداره جو بايدن لم تحقق الكثير من الوعود التي قطعتها على نفسها طبعا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية قبل ما يقرب من عامين، وبالتالي في نوع من أنواع الإحباط لدى المواطن الأمريكي فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية إلى آخره، طبعا مع ما تتعرض له البلاد من مسألة الانفليشن، مسألة التضخم وارتفاع أسعار المنتجات كافة دون استثناء بشكل كبير جدا، يعني يكهل يثقل كاهل. زادت قد ايه الفترة دي؟ زادت قد ايه؟ لا الفترة دي احنا فيها بقالنا كتير يعني من ساعة الكورونا لغاية طبعا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية رفعت كل حاجة بشكل رهيب. يعني كورونا كنا مستحملين، لكن الحرب الروسية الأوكرانية في الواقع حصل باك فاير للعقوبات المفروضة من قبل الغرب والولايات المتحدة طبعا على روسيا. يعني مثلا كمثال يعني جالون اللبن كان ب 2 دولار و30 سنت 40 سنت، النهارده وصل ل5. جالون البنزين كان ب 2 دولار و30 سنت برضه، النهارده وصل ل4 وشويه. هو صحيح بينزل شويه، بس بينزل ليه؟ بينزل لانه امريكا بتضخ في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الموجوده في الاحتياطي الاستراتيجي بتاعها، وده بيؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي. نزل الاحتياطي الاستراتيجي الامريكي من المخزون البترول لاقل مستوى له منذ 40 عام، ودي طبعا مشكله كبيره جدا داخل امريكا، وهتعود ايضا اسعار النفط للارتفاع الفتره القادمه. بالاضافه الى انه هناك مشكلات متعلقه بالنواحي الخارجيه، امريكا وعدت اوروبا انها تعوضها عن الغاز الروسي والى اخره، والغاز في تعويض، فاوروبا قلت لنا نقطع الغاز الروسي، طفينا التعويض اللي وعدتونا بيها استاذ بايدن. فهيبقى في مشكلات كبيره خلال الفتره ايضا القادمه للاداره الديمقراطيه على المستوى الخارجي، بالاضافه للتحديات الموجوده على المستوى الداخلي وهي كثيره جدا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب عباس من العاصمه الامريكيه واشنطن.